تواجدنا اليوم هو بمناسبة الاحتفال الوطني باليوم الوطني ليقيم الحاولة السير الذي يصادف كل سنة 18 فيفري من كل سنة. بالنسبة لهذا الذكرى ديال هذا اليوم هو واحد إعادة ديال إعادة تذكير. نحن دائما بالنسبة للمصالح الأمنية أو بالنسبة لهذه الخلية طبقا لتعليمات السيد الوالي رئيس المنطقة الأمنية السيد البرنوصي هو كي تسمو واحد الاستمرار ديال العملية التحسيسية اللي كتقوم بها هذه الخلية المختلطة بقطاع البونصي في جميع المؤسسات التعليمية. وعندما نقول مؤسسات تعليمية فإننا نعني بذلك المستويات الدراسية والفئات العمرية، إلا أن ما يميز منطقة الأمن البرنوصي هو أننا بإضافة إلى ما أشير إليه سابقا فإن هذه العملية كذلك تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. هذلك بالنسبة لعملية التواصل بيننا وبين التلاميذ، يعني ملي كنقولوا التلاميذ ديال جميع المستويات، كل المستويات كنديروا معهم ذاك قانون السير، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالأطفال أو التلاميذ الصغار بل حتى اليافعين. كذلك كنتوا معنا وشاهدتوا كيفاش كتمر ديك العملية التواصل اللي كانت واحد اللغة سلسة بسيطة حتى يفهمها الكل. هذلك من خلال واحد الاستحضار ما تم يعني من إنجازات أو مكتسبات فيما يخص العملية التحسيسية هو أن المنطقة الأمنية ديال سيدي البرنوصي خلال السنة الماضية لم تسجل ديك الحوادث السير المميتة بشكل قطعي. هذلك الحوادث البدنية كانت نسبة قليلة، يعني ما كتجاوز 1%. هذا بحكم تواجد المستمر ديال جميع الفعاليات الأمنية. كاين حنا اللي كنكونوا داخل الوسط المدرسي، كاين خلية الأمن المدرسي هذلك، وكاين عناصر المرور. كيف لاحظتوا اليوم لاحظتوا واحد التجاوب بيننا وبين المواطنين، وحتى بالنسبة للمخالفات لاحظتوا ما بقاوش دوك المخالفات، يعني بحكم ذاك الانتشار المعقلن ديال العناصر وتفعيل خارطة الطريق اللي كنرجعوا دائما للسيد والي الأمن، يعني اللي كان ديك المهنية ديالو الاحترافية ديالو اللي وضع لنا خارطة الطريق، استطعنا بفعله تسييج منطقة سيد المنصي حتى أن المخالفات الاستوديوم لا تتعدى الى هذه الساعه دابا 3 العشية، لا يتعدى الا مخالفات السائقين او السيارات التي توفروا على زجاج حاجب للرؤيه. اما غير ذلك فكم لاحظتوا الحاله الميكانيكيه، الهاتف منعدم، الاحترام الكلي، وحتى ديك الوقف وحزن السلامه، حتى ذاك التواجد الامني راكم شفتوا البوليسي كيوقف بين قوسين، نقولوا الشرطي والبوليسي واقف وما كيتخباش، هذه كاينه تعليمات كنبانوا حين التواجد ديالنا وقائي، منع اصلا من ارتكاب مخالفه. كذلك استغل هذه الفرصه كاطار امني من تابع المنطقه الامنيه سيدي بولونسي، اقول للجميع بانه لا يجب ان يبقى هذا اليوم الوطني للوقايه من حوادث السير فقط يوم 18 فقط، يبقى دائما وتبقى دائما استحضار ان صح التعبير، ديما نحطوا قدامنا ندويناكم باش كلشي، ديما نحطوا قدامنا بانه راه كل يوم عندنا يوم وطني ليقيم حوادث السير، والانسان ديما الا كان صيق يعتبر راسه راه بوحدو اللي صيق، ما يديهاش الاخرين، ولا يحط قدامه كاع تصوات بنته ولا مرته، لان هذه التجربه العمليه بينت لنا واحد مآسي وندوب صراحة. وانا يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نتجاوزوا، والحمد لله رغم ذلك بالنسبة لنا حنا راه يعني الرسالة ديال السيد المدير العام في إطار تواصل مع جميع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني راه حققنا واحد نتائج إيجابية، بدليل هو أنه ما بقاوش عندنا دوك حوادث السير خصوصا في المحاور ديال المؤسسة التعليمية ككل.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.